مفرمه زي الزفت. انت حاطط الحاجه ليه هنا كده على الارض؟ كل ده هيترفع بيه تقرير للوزاره. طلع طلع ما اشتغلنا. معلش انا كنت جايه يا بابا، انا مش دكتور. ده كله مجمد. دي مجاري؟ دي مجاري. مجاري فين؟ مجاري تعبير فين؟ ايه ده؟ انا بتكلم عن ايه ده؟ المفرمة ايه ده؟ ايه ده يا استاذة؟ دي مقطعة اللحمة. مقطعة التشفية، مطرح التشفية. انت عارف انا بسأل عن ايه؟ يعني سمعتني اقول لك المفرمة زي الزفت. مالها ايه؟ دي مفرمة شغالة دايرك يا استاذ. زي الزفت. بقولها للناس عشان يقدر يفرق بين كبده مجمده بتتباع لانها بلدي ولا كبده بلدي. بنقطع حته منها، تسيبي الحته اللي هي اللي فيها القشره دي او الكبسول ده، وتمسكي من هنا حط تحت الميه 10 ثواني. اذا بقت بيضه يبقى مستورده، دي كده بلدي. مش عاجبك اني بقول لك المفرمه زي الزفت شغاله وهي زي الزفت عادي اهو. ايه المشكله؟ وده منظر مفروم؟ ده المنتج، ده المنتج بتاعك. دي منظر ثلاجه. ايه ده؟ ينفع كده اهو؟ ينفع كده؟ ده مفروم. بص على يا باشا، ده ينفع. بص اللحمه قد ايه؟ بص السلامات قد ايه يا باشا؟ بص الاستلامات الدكتور قد ايه؟ وبص الثلاجه عامله ازاي؟ ماليش دعوه. بص التشفيات قد ايه بره؟ ده في الاخر ده منتج يروح لفين؟ الواحد ياكل. بص مفهومه مرقوعه. انا اصلا المكان من ساعه ما دخلته، من اول ما دخلته هو زي الزفت، مش عاجبني. شوف الثلاجه من بره. اول ما دخلته What's it gonna happen?